السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة المحمدية بالقرب من جامع الجزائر، ونروح نشوف التهيئة على مستوى الواجهة البحرية المقابلة لجامع الجزائر أو ما يسمى بمنطقة أرديس. إذا نروح نشوف حالة الأشغال نتاع التهيئة وين وصلت. إذا بقاو معانا و دوك نوصلوا للمكان هذاك نتاع الساحة، الساحة المقابلة لجامع الجزائر أو الحديقة. هنا وليت نخاف نقول حديقة، والله غير كي نشوف هذاك الغياب تاع التسجير وال يعني غياب الظل وغياب التخضير بالفيرديسمون، نولي نقول ساحة، ما نقولش، ما نزيدش نقول حديقة. حديقة حديقة حاجة كبيرة، حديقة تفكرك في الحمى وما تنغبن كي تفكر الحانة، تجيك كي تفكر الحمى وتشوف هذيك الحديقة تحكمك الغمة، تحس روحك ما كان والو. إذن ما نقولوش حديقة، نقولوا ساحة باش ما نكذبوش على روحنا. إذن نروحوا نشوفوا الساحة هذه و إذن تابعونا في الفيديو هذا. راهي شوية سيكيلاسيا، اليوم رانا في السبت 4 ماي، إذن وراهي الساعة 3 الظهر موعد العصر، موعد صلاة العصر. إذن إن شاء الله دوك نوصلوا إلى مكان تاع هذه الساحة ونشوف واش جديد. هذا عندي حوالي شهرين أو 3 أشهر ما جيتش للمكان هذا. بعد 3 أشهر راح نشوف واش كاين جديد، راح نشوف واش جديد واش ما كانش. لازم الأرصفة في كل مكان، لازم الأرصفة يا ناس، لازم الأرصفة، لازم الأرصفة. ما نخلوش روحنا هكا طرقات بدون أرصفة، لا غير لازم الأرصفة في كل مكان. وين كاين طريق وين كاين طريق، هذه قانون، قانون قانون بديهي. وين كاين طريق فيها سيارات، طريق الشوسي لازم لها لي تروطوار يمشوا مع بعض. كاش طرق طريق بدون تريطوار صار اكزيست با، ما تكزيستيش. طريق بدون تريطوار ما كانش، ما تهبلوناش. اذا لازم، هنا رانا وصلنا للمكان هذا لكن ما زلنا يعني من ناحيه يعني كساحه فهي ساحه جميله، لكن نهار نشوف قضية الغياب أنت على التشجير ها صاحبي يعيدك الحال، يعيدك الحال. دوك أنت تصور إنسان يجي هنا يدور لداخل هذا الساحة، هذه يدور لداخل الساحة لمدة ساعتين، ساعتين هو يدور ما كان لا ظل، ما يحط راسه في الظل، ساعتين هو في الشمس يدور، والله غير صعيبة. أنا وليدي والله ما نخليه يجي يلعب هنايا، والله ما نجيبه. ساعتين هو يدور لي هنايا، في يدور لي في الآخر، والله ما نجيبه. ساعتين هو يدور لي في الشمس، كاش من هذه شيء تسخنه.
نسيت السخانة تاع الدور. ها السخانة تاع الدور والله ما راهي سخانة، سموها اسم واحد اخر، سخانة نعرفوها كيف دايرة، هذه ماشي سخانة، هذه ماشي سخانة، مانيش عارف سموها زمهاري، سموها ما عباليش انايا، داكشي هكا سخانة صح، سخانة نعرفوها، هذه ماهي سخانة، هذه كتر من سخانة، ايه كتر من سخانة. إذا نحاول نلقاو مكان باش نقاريو فيه، شوفوا بلاصة نقاري فيها ونخرجو نضربو دورة رابيد، لأنو الأشغال ما على حسب الشوفان ماش ما مشاتش بزاف بزاف، وهنا الناس راهي مقارية على طرف الطريق، وراه الباركينغ أصاحبي وراه، الناس راهي مقارية على طرف الطريق. باركينغ راه الداخل جهه بعيد، هنا المساحه هذه لازم لها باركينغ. على اي حال احنا نقاريو هنا، نقاريو هنا مع هادو، نضربوا دورة نروحو نمشيو شوية، نشمو شوية البحر، شوية بحوري. إذا ما تروحوش ما تروحوش، دوك نعاود نولي. إذا نعاود نولي نروح نشوف هاد المساحات اللي على كل حال شفناها، هذه عندها حوالي شهرين أو ثلاث شهور، نشوف الاشغال كيفها، يعني نشوف التطور اللي سبق تطور الاشغال. اذا كمساحه يعني نقدر نقول مقبوله، ها يا سيدي مقبوله، لكن على الاقل على طول الساحل، على طول الرصيف المقابل للبحر، فهذاك الرصيف لازم يكون فيه أشجار، إنلين خط أنت أشجار على الأقل نغرسو خط أنت على الأشجار على طول الساحل، ونزيد نضيف لها بعض النقاط هنايا، لازم تكون فيه أشجار ولا مظلات، يكونوا فيه مظلات بالحطب، تكون مظلات جميلة، يكونوا فيها كراسي داخل المظلة، يكونوا فيها كراسي، ولازم تكون على طول الرصيف المقابل للواجهة تاع البحر، يكون فيها كما قلنا خط نتاع الأشجار، خط نتاع أشجار لازم يكون فيها خط تاع أشجار، هنا مقدرش نخلوها هكا. وهذه البلاصة هذه الواجهة هذه لازم تكون فيها حل، هذه ما قدرش نخلوها هكذا، لازم يكون فيها حل. دوكم بعد نشوفوا الحل هذا كيفاش راح يمشي، نتابع الأشغال هذه في المستقبل إذا أحيانا ربي نبقى نتابع. على كل حال نكتفي بهذا القدر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.